أستاذ أحمد، بتقديركم ومن خلال متابعتكم للشأن التركي، أنقرة بتقديركم كيف تنظر إلى هذا التطور الليبي بتكليف فتح باش آغا بتشكيل حكومة جديدة؟ نعم، تركيا تعتبر أن حل المشكلة الليبية يحتاج تعاون كافة الأطراف الداخلية والخارجية في الملف الليبي. تركيا لا تؤمن بالنظرة المعتادة حاليا، النظرة التي تتحدث عن السيادة الوطنية، الاستقلال الكامل، لأنها تدرك ما خربته الحرب في ليبيا، وتدرك أن إمكانية القيام بحلول مثالية بهذه الطريقة مستحيلة ضمن ظروف ليبيا وضمن ظروف كافة دول النزاعات حاليا. لذلك تعتبر تركيا أن القيام بإجراءات معقولة ومنطقية تراعي توافقات بين كافة الأطراف الداخلية، تراعي القوى المتصارعة سابقا في ليبيا، يعتبر من الحلول المنطقية والمعقولة في حال تجنبت الدول المساهمة في الملف الليبي الخلافات السابقة وتوجهت الحلول المنطقية. نعم، من الجيد أن نفكر بحلول وطنية، نفكر بالاستقلال الكامل، لكن هل تتوفر البيئة المناسبة لهذه الحلول؟ طبعا لا تتوفر، ليبيا خارجة من حرب مكلفة بس وكبيرة. أستاذ أحمد، يعني تركيا بتقديرك تفضل أن تتعامل وأن تتعاون مع شخصية دون أخرى؟ هل تفضل التعامل مع فتح باش آغا أكثر من دبيبة مثلا؟ بالنسبة لتركيا، الشخص الذي تعرفه أفضل من الشخص الذي لا تعرفه، هذا في كل الدول معتبر. الذين تعاملوا معهم سابقا يعتبرون معروفين بالنسبة لها، بينما الناس الذين لم يتعاملوا معهم كيف يعني؟ ما فهمتها، ما هي تعاملت مع دبيبة ومع فتح باش آغا. نعم، لكن مرحلة التعاون السياسي، مرحلة التعاون بخصوص الملف الليبي، مرحلة تدريب القوى الليبية من داخل تركيا تم في معظمها في مرحلة فتح باش آغا، وكان تجاوبه أكثر بالنسبة لتركيا أكثر من غيره. لذلك يعني هناك جهة في تركيا تفضل التعامل مع هذا الرجل. يعني أستاذ أحمد، بتقديرك حكومة برئاسة فتح باش آغا ستعزز التعاون أكثر مع الجانب التركي؟ نعم، من نسبة لتركيا نعم، وبالنسبة لمصر نعم أيضا، لأنه شخصية توافقية بين الطرفين.